هاي سناجل أنيو هاسيو. السلام عليكم and welcome back everyone مع نشرة أخبار الكيبوب لهذا المساء. بعرف أنه الكل قرأ العنوان الموجود تحت والكل مصدوم من أم العنوان، ورح أصدمكم بالأخبار والشائعات اللي نزلت على في وليسا مثل الشلال. المهم اتجمعوا على مود نبدأ، لأنه عندي ثلاث مواضيع لازم إني أتكلم عنهم، والحلقة هاي خصيصاً لفي وليسا على مود نكشف كل شيء ونحط النقاط على الحروف، لأنه الشيبرز ما قصروش، يعني جوزوا في لليسا وخلوهم خلوا ليسا حامل أو خلوها خلفت إيش بالنسبة لأم الروايات المنحرفة الموجودة عند الشيبرز. والكارثة بأنه أكو بعض الأرمي وبعض البلينكس صدقوا الشيهاد وبلش يعملوا حرب عالمية ثالثة. هلأ في بعض منهم تقبل الشيهاد، في بعض منهم لا عملوا حرب. فيعني المهم اتجمعوا على مود نبدأ. نقول بسم الله، اطمنوا البث راح أحفظه بعد ما ينتهي، وبدي إياكم تنشروا البث وين ما كان. الموضوع كلش مهم وكلش خطير لجميع الأرمي والبلينكس والشيبرز هم بعد. بليز، أول موضوع، هل في وليسا بتوعدوا؟ ثاني موضوع، في كان بيتجنب ليسا، يعني كان ما بينظر لإلها، ما بتكلمش معها، ليه؟ رح تعرفوا طبعا ليه، مع أنه بارك بوغام الممثل بارك بوغام كان بتفاعل مع ليسا كثير، كان بيحكي معها، بضحك معها، وهم بعد مع في. لكن في وليسا أمام الكاميرا ما كانوا بنظروا حتى لبعض، تحديدا في ليسا بتمرق لها نظرتين ثلاثة، بتحاول تحكي، لكن في مش عم بحكي نهائيا. هم بعد في اللي تم اتهامه انه متكبر على الارمي وشايف نفسه ومش عم بياخد اي هدية عم بيقدموها الارمي لإله، بعكس ليسا اللي كلش متواضعة وحبابة. نبدأ؟ انتوا لاحظتوا؟ هذا مختصر كل شيء انتشر على السوشيال ميديا بالنسبة لفي وليسا. هل بتوعدوا؟ خلوا آخر شهاد بعدين نوصل له، لأنه الشيبرز ما قصروا الحمد لله. وأكو مواقع مشكلة، أكو مواقع كبيرة نشروا الأخبار هاي. أنا مصدوم من أم الكيس، لا كيس زبالة معفن. بالنسبة لفي اللي كان عم بتجنب أنه ينظر إلى ليسا أو يتكلم معها أمام الكاميرا أمام الأرمي، كان بتجنب انه يتكلم معها، بعكس بارك بوغام اللي كان بتكلم مع ليسا مع في عادي. انتو حيرتوا امه لفي، حيرتوا امه رسمي. اذا تكلم معها مش خالص منكم، واذا ما تكلم معها مش خالص منكم. اذا نظر لإلها قلتوا انه اثنين تجوزوا، اكو علاقة بيناتهم. اذا ما نظر شايف حاله. يا جماعة ترى في وليسا كانوا كلش متوترين، جدا متوترين. السبب هو انتو الارمي والبلينكس. يعني لاول مرة نشوف علنا ليسا وفي مع بعض. اوكي هم بعد بارك بوغام، لكن مش مشكلتي بارك بوغام لانه ما صار عليه مشاكل. لما نتكلم مع ليسا ما عملوا مشاكل فانزاته، لكن الارمي والبلينكس قاعدين بتبعوا فريم باي فريم، شايفين انه في معبرش ليسا نهائيا، ولا حتى حاول انه يتكلم معها، ولا حتى ايه انتو مالكم؟ ترى واضح وضوح الشمس انه الاثنين متوترين. انتو شفتوا الجمهور اللي وراهم واللي قدامهم؟ فيعني اي غلطة محسوبة عليهم. فهو اللي كان مقترح من الادارتين من هايب ووايجي على ما اعتقد، يعني انه ما تنظروش لبعض، تتكلموش مع بعض أمام الكاميرات، لكن خلف الكاميرات عادي اتكلموا وكانوا موجودين مع بعض، ضحكوا وكل شيء عادي، لكن أمام الكاميرات لأنه في ناس عقولها متحجرة بتقبلوش أنه في يتكلم مع ليسا، وهم بعد ليسا تتكلم مع في. فلذلك هم اختصروا وما نظروا لبعض نوعا ما، وما تكلموا مع بعض أمام الكاميرا، وما جلسوا جنب بعض طبعا فاشن شو لماركت سليم. في متكبر على الارمي وشايف نفسه، في
الكلش متواضع وحباب وكيوت، قال متكبر وشايف نفسه على الارمي لانه ما اخدش هدايا من الارمي لما نقدموا له اياها على الشوارع. يا جماعه اللي انتو ما بتعرفوه، اخطر شيء بالايدولز انه ياخد هدايا من الناس من الشارع، لانه انت ما بتعرفي ايش ممكن تكون داخل الهديه. هل انت بتعرفي بانه هاي البنت ارمي ومعها هديه وقدمتها لفي؟ ممكن تكون هاي البنت مش ارمي، بتكره في وحطت شيء اللي يضره داخل الهديه. فلذلك كل مشاهير الكيبوب، مش بس في، كل مشاهير الكيبوب بكون الوكاله محارضه عليهم، ممنوع تاخذوا اي هديه من الشارع. الهدايا بتوصل للوكالة، بتم فحصها، التأكد منها، تشيك عليها سليمة، ماكو شيء، بسلموها للآيدولز. لكن من الشارع يجي في ياخد هدية، افرض كان فيها او شيء ممكن يأذي في، كل شيء ممكن. مثل ما اكو ناس بتحب في، اكو ناس بتكره في. فلذلك في اكيد مش رح ياخد اي هدية من الشارع. عنده وكالة، اطلع قدمي هديتك للوكالة، بتوصل لفي عادي جدا. فهمتوا السالفة؟ نفس الشيء بصير مع ليسا، نفس الشيء بصير مع جيكي، مع جيمين، مع جيني، مع كل مشاهير الكيبوب. فهمتوا؟ بالنسبة لليسا، في البعض بقول اوكي هاي ليسا اخذت هدية من احدى البلينكس بالشارع، هي تتحمل المسؤولية. يا جماعة ليسا انسان كثير كيوت، انسان كثير طبيعية. يعني انتو بتلاحظوا البنت كتير بتحب البلينكس، يعني لدرجة كلش كبيرة. يمكن هي اكثر عضوة من فرقة بلاك بينك اللي بتعشق البلينكس، فبتخجل انها يعني تكسف اي شخص بلينك موجود امامها. بتوقع على الكل، بتاخد هدايا من الكل، بتتصور مع الكل، بترحب بالكل، بتبتسم للكل. انسانة كلش كيوت. في هم بعد وزع بوسات للجميع الارمي، يعني ايش بدكم اكثر من هيك تواضع ومحبه؟ لكن هو جاي على مود شيء معين، بده يركز ايش مطلوب منه. فاكيد مش راح يكون كل اهتمامه للارمي، لانه عنده شغل، عنده بزنس، فبيعطي شوي هون وشوي هون، شوي هون وشوي هون. هم بعد ليسا نفس الشيء، فما تلوموهم اذا ما ركزوا على الارمي والبلينكس. عندهم شغل بدهم يخلصوه، ينتهي يروحوا، that's it. هاد بالنسبة. اوكي نرجع لفي بواعد ليسا. ليه؟ من اول ما وصلت دعوة لفي وليسا وبارك بوغام، طبعا انا يا جماعة للأسف بس بدي اقول لكم شغلة، لاحظت، بدي انتقل لموضوع ثاني، لاحظت بانه بارك بوغام كلش مظلوم من الإعلام، من الصحافة، من المصورين. يعني مش عم بركزوا عليه، مهمشينه بطريقة كأنه مش موجود المسكين، يعني مش معطينه حقه. يعني هو هم بعد ممثل كلش مشهور، لكن مركزين بس على في وليسا. بارك بوغام ما حداش يعني معطيه أهمية كثير كبيرة، رغم هو بنفس أهمية في وليسا، هو صديق في وأصبح صديق ليسا هم بعد، وكلش حباب وإنسان كلش كيوت يعني. فكان كلش مظلوم مع في وليسا. المهم نرجع لموضوع المواعدة. من أول ما وصلت دعوة إلى في وليسا وبارك بوغام وركبوا الطيارة الخاصة اللي بعتتها طبعا ماركة سيلين لفي وليسا وبارك بوغام، الثلاثة ركبوا نفس الطيارة. لما ليسا نزلت صورتها وهي داخل الطيارة، وهم بعد في نزل صورته وهو داخل الطيارة، شبكوهم الشيبرز مع بعض بداية المواعدة. لما في غير ملابسه ورا ليسا، لما كان السرير مال في موجود خلف ليسا وكان الشورت واضح الأصفر البرتقالي المصفر، طبعا غير ملابسه ورا ليسا. يعني هو كيف بده يشلح ملابسه أمام ليسا؟ انتو يعني احكوا بالعقل، في عنده غرفة غيار، في حمام، في الطيارة فيها مليون غرفة، بفوت بغير بيطلع بيلبس عادي. هم بعد ليسا لما ركبت الطيارة قبل ما تركب كانت لابسة بنطلون مختلف من لما ركبت الطيارة، غيرت هم بعد البنطلون مالتها، مثل ما في غير بنطلون لبس شورت.
شيء كثير طبيعي، ما غيروا قدام بعض، يعني شيء كثير طبيعي. لما نزلوا الاثنين من طيارة اتصوروا امام الطيارة، هم بعد شبكوهم الشيبرز وبعض الارمي والبلينكس انه ها بتوعدوا، وهي دليل نفس المكان نفس الصورة ونفس الثانية نزلت. اوكي ما يخالف، لما نزلوا بنفس الفندق اكيد يا جماعة وكالة سليم بعتت انفيتيشن لفي وليسا وبارك بوغام اللي طلعوا معاهم، هم بعد كل طاقم العمل في وليسا وبارك بوغام كانوا نازلين بنفس الفندق. يعني مش بس ليسا وفي وبارك بوغام، كل اللي بيشتغلوا السيكوريتي، مدير اعمال في، مدير اعمال، مدير اعمال ليسا، مدير اعمال بارك بوغام، نزلوا معهم بنفس الفندق. قال في بعض الشيبرز قالوا بانه في وليسا نزلوا بنفس الغرفة، ايش بالنسبة لام الكيس؟ طبعا لا يا جماعة، اكيد لا، مستحيل. يعني كل واحد نزل بغرفة مختلفة بمكان مختلف لكن نفس الفندق، لأنه الشركة بتكون استأجرت المكان هاد للضيوف مالتهم. وللعلم مش بس في وليسا وبارك بوغام اللي كانوا ضيوف لماركة سيلين، هم بعد أكو هواي نجوم عالميين كانوا كمان شركة سيلين مستضيفتهم، ماركة سيلين عفوا مستضيفتهم، ونزلوا بنفس الفندق. إشي كثير طبيعي على ما تعرفوا أن الفندق بهداك اليوم ماركة سيلين استأجرت كل الغرف لضيوفها، ضيوف الشرف اللي جابتهم سيلين إلى باريس. فهمتوا؟ مش بس في وليسا، أكو هواية مشاهير عالميين. طيب لما طلعوا أمام العلن في وليسا وبارك بوغام كان كل التركيز على في وليسا، قاعدين بنتظروا أي لمسة أي نظرة أي حركة اللي يثبتوا بأنه في بواعد ليسا، وما قدروا يمسكوا شعرة لأنهم الاثنين أذكياء، ما أعطوش الشيبرز اللي بدهم إياه، ومع هاد تم ربط في وليسا مع بعضهم. بقرأ عناوين بأنه ليسا ارتبطت بفي وخانت جيني، رواية اسمك، رواية اسمك بالضبط من بطولة في وليسا وجيني، هيك أنا لاحظت. فإيش بالنسبة يا جماعة؟ الاثنين أصدقاء وتم دعوتهم من ماركة سيلين، إيش ذنب أمهم إذا هو تم اختيارهم؟ مش ذنبهم. وللعلم أنا أول شخص خبرتكم بنشرة أخبار الكيبوب السابقة يوم السبت، اتوقعوا بأنه رح تنزل صور وفيديوهات تجمع في وليسا، صح ولا لا؟ وقلت لكم خليكم مستعدين لأنه وصلني الخبر بأنه رح يطلعوا التنين بنفس المكان أمام العلن ورح يتصوروا ورح تصير مشاكل، وفعلا هذا الشيء اللي صار، اللي أنا نبهتكم عليه، اللي وصلني، اللي مش من الكيس، يا أم كيس يا أم راس مربع يا ركبة، اللي بيقولوا كل أخباري من الكيس، كل شيء بحكي بيصير. من يوم السبت خبرتكم بأنه ليسا وفي رح يطلعوا ويتصوروا ويصير في فيديوهات وصور، فرجاء اتقبلوا الموضوع لأنهم سفراء لماركة سيلين. ومع هيك عم بلاحظ بأنه الكل قاعد بكتب لي أو ببعث لي صور أنه بشار هل هذا الشيء حقيقي مش تركيب؟ لا عزيزتي حقيقي، ترى هو مش متجوزها، مش حفلة عرس، هم مدعوين لحفل فاشن شو، عرض أزياء لماركة سيلين في باريس. ايش بالنسبة لكم؟ وبدي اصدمكم كمان، لسه اكو دعوات ثانية، يعني غير ليسا وفي، لسه اكو ايدولز ثانيين من فرقة بي تي اس وبلاك بينك. البداية كانت مع ليسا وفي، وهيني خبرتكم كونوا على استعداد، مين رح يكون بعديهم؟ يمكن جي كي، جي هوب، يمكن ارم، يمكن جيمين، يمكن جيني، يمكن جيسو، يمكن روزي، الله أعلم. لكن رجعاً ما تنشروا شائعات، ماكو أي علاقة بين في وليسا، الاثنين أصدقاء وبس. أوكي ننهي الموضوع خلاص، بدناش ننشر شائعات، ما حداش يعمل لي منشن، ما حدا، مشان الله مشان الله يا جماعة، زوجوا في وليسا عرفي بس ليلة بين ما راحوا فيها يخدم يخدم، عشان الله عن جد سميته بدني. جايز هذا كل شيء لليوم، واتمنى انه ما تنشروا شائعات وتنشروا البث، وانشروا البث يس بس شائعات لا، وبس
انتظروني بنشرة أخبار كيبوب قريبا. أوكي يا ربان سارانجا. See you next video. Bye bye. Anyo. Show you. Let's do it.